بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الأعزاء. معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، مطلق ومطور مشروع الأكتف سي دي. دائما وأبدا اقرنوا إعجابكم بذكر الله. اليوم إن شاء الله راح نتناول الإصدار الخامس من الأكتف سي دي لمناهج الفلاينج هاي. اليوم ان شاء الله اطرح الفلاينج هاي فايف او فلاينج هاي للصف الثالث ثانوي. طبعا انا اعتذر من الجميع في التاخر في الطرح، حجم المنهج، كثر العمل على المنهج يعني اضطرني الى هذا التاخر. اعرف انه الوقت شويه، ولكن يعني قدر المستطاع هو عمل فردي وإنجاز فردي. أرجو من الجميع فقط الدعاء بالتوفيق والتيسير في جميع أمور الحياة. فاليوم إن شاء الله الإصدار، وإن شاء الله إنه عملت لكم يعني العرض بشكل مميز للإخوان تبع فلاينج هاي فايف. حبيت يعني أدلعكم شوية عن باقي الاصدارات، فان شاء الله حتشوفوا الان الاصدار بالشكل الجديد. بسم الله نبدا. طبعا العروض الباوربوينت يا اخوان رجاء لازم اوفيس عندك يكون 2010 وطالع حتى تعمل معك بشكل تفاعل وشكل جميل وشكل واضح. طبعا هذه هي الايقونات، الستودنت بوك اللي هو كتاب الطالب فلانك هاي فايف، وهنا ستودنت بوك بيكتشر كتاب الطالب صور، هنا الورك بوك بي دي اف، وهنا الورك بوك بي دي اف بيكتشر. معليش طبعا هذا الاصدار مو نهائي، هذا الاصدار التجريبي فقط. اترك هذه الايقونات يعني مو هذه تتعدل في ثواني، بسيط مو مشكلة. هو يعني هذا عرض فقط تجريبي عشان الاخوة الاخوات كثير يقولوا انت ما حتطلق الفلاينج هاي فايف. لا لا، هو هذا هو ان شاء الله جاهز بحول الله، غدا او بعد غد حيكون متوفر بشكل كامل. و انا بس حبيت انه اعرض لكم فقط الورك شيت، الديلي روتين، الجزئية اللي تهمكم اللي هي عروض الباوربوينت، وهذه التست كمان جاهزة. يعني العمل تقريبا جهز بنسبة ما يقارب 95%. طبعا هذه الاوديو، طبعا الاوديو الموجودة في الكتاب كله تقريبا اعتقد 30 اوديو فقط. التركات الموجودة، التركات يعني محصورة مش كثير او متفرعة في المنهج. هذه عروض الباوربوينت الخاصة بالمنهج، لانه اللي يدرس المنهج يعرف انه تقسيمة المنهج تختلف قليلا عن فلاينج هاي 1 وفلاينج هاي 3، لانه الان حتعرفوا ايش المقصد لما اشغل العرض ان شاء الله. هذا هو هذا ستودنت بوك، وهذا الورك بوك، وهذا الانت شو يعني انهاء العرض. حتنتقل اللي تبغى، مثلا تبغى ستودنت بوك مثلا يونت 1، حتضغط اليونت 1. هذه هي الايقونات. طبعا انت نقلك لاي ايقونه ستنتقل للدرس بشكل مباشر. طبعا حرف الفوكابلري، هذه هي. Unit 1. Vocabulary. Exercise 3. 1. Okay. طبعا تقدر توقف الصوت، وعلى فكرة الحل حيظهر بالنقر. انا ما حنقر الان، حخلي Now, Joe, يشتغل. you stay If you get it on your انت الان مثلا تبغى تظهر الحل اللي هو 1، فحتنقر حيظهر 1. لو نقرت ايضا حيظهر 2، لو نقرت حيظهر 3، لو نقرت حيظهر 4. هذا بالنسبه للليسننج، اللي يقولوا لي دروس الليسننج يعني لازم التوائم مع طيب هنا الليسننج برضو. طبعا هنا ما في لسن، اللسن حيكون في 2. Unit 1 Listening Exercise 2
1. Now, if you can all listen for a moment. Okay. I'm here to tell you a little bit about our... لاحظ العروض بتظهر هنا, الحلول بتظهر بالنقر, التحكم بالصوت هنا أنا وضحت قبل كذا, كتم هنا أو تشغيل الصوت, إعلاء الصوت أو خفضه كما تريد, تقديم الوقت اللي تبغاه. Society K. تعيد من الأول, هذا الشيء يرجع لك, هذا بالنسبة لكتاب الطالب. طبعا حنرجع للورك بوك, حتختار ذا يونت 3, هذه اليونت 3 في فوكابلري ريدنج جرامر كونتكست ديفلوبمنت فوكابلري وجرامر ان كونتكست ديفلوبمنت سبيكينج وديفلوبمنت رايتنج, اللي انت تبغاه حتختاره. مثلا خلينا نروح على الفوكابلري, هذه هي الفوكابلري. طبعا هنا ما في دخول, هو يعني بس رايتنج, هذا هو الحل بيظهر. هنا 2, هنا 3, هنا 4. طبعا grammar and context, طبعا طبعا انا بعجال بانقر عشان يظهر لك فقط الحل. انت حيظهر معك الحل بهذه الطريقه, النقر العادي حيظهر الحل, يعني الحركه تكون متوسطه السرعه, مو سريع جدا ولا بطيء. يعني طبعا هنا انهاء العرض. طبعا هنا الاوديو تراكس, هذه هي الاوديو تراكس. يونت 3 فوكابولري. يونت 6 ديفلوبينج سبيكينج. طبعا هذا هو الاصدار الخامس من الاكتف سي دي لمنهج الفلاينج هاي. طبعا هذا الاصدار هو الاصدار يعني فقط للعرض عشان تطلع على المحتوى, تشوف التطوير الجديد. هذا فقط العرض ان شاء الله, خلال غدا او بعد غد ساطرح العمل بشكل كامل. دائما وابدا لا تنسوني من صالح دعاكم, كان معاكم اخوكم عبد الرحمن الحربي, راكم ان شاء الله بعد يومين ان شاء الله في الاصدار الخامس الفلاينج هاي فايف. السلام عليكم ورحمه